اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى واصل حواري مع الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي. استاذ محمد، الفن اخطا، الاعلام اخطا، السلطات المختلفه اللي جت على مصر اخطا، كلنا مذنبين، كلنا مذنبون. صحيح. دور الشعب، انت شايف ان الشعب اتغير؟ الشعب حصلت له ثوره من 25 يناير حتى الان، هل احنا لدينا سلوك يقول ان احنا عايزين نتغير؟ ده سؤال كويس قوي. ثوره 25 يناير بكل التداعيات قبلها بعشر سنين تؤدي لأسهم حقق أن تصور من أجل التغيير. الأهداف التي وضعت تلقائيا، لأن ما كانش في رأس، كنا بنقول إيه ميزة الثورة دي وعيبها في نفس الوقت أنها بلا رأس. نعم. شعب كله هب، ولكن كنا نحزن نقول إيه، أنا من الناس اللي طلع قلت لو أنت قلت لي تعالى ننزل نهتف في الشارع مظاهرة السرقة حرام، هترفض؟ لا طبعا مش هترفض، احنا صادقين، فبننزل انا وانت نقول السرقه حرام، السرقه حرام، عاملين مظاهره، بس مش واخدين بالنا ان في واحد ورا الشجره طلع سرق بيتنا، هو بيسرقه واحنا عمالين نهتف. هو بيسرقه واحنا بنهتف. هو اللي حصل ان 25 يناير باهدافها اللي اتبلورت البسيطه، احنا عايزين ايه؟ احنا معترضين على نظام الحكم والشله دي بكل فسادها، وعايزين حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وعيش حلو جدا. ده كان يتعمل ببساطة في مجتمع سوي. نعم. مجتمع سوي، ثورة بيضاء نظيفة، عشان كانت 18 يوم العالم كله كان بيسقف بيقول ايه النضج ده، المسيحي بيوضي المسلم والمسلم بيحضن على المسيحي، وايه الجمال ده والورد والجميل. ولكن عشان كان في هدف واحد في دماغ كل اللي موجود، بس كان في حد مختبئ ورا الشجرة. كان كلهم في هدف واحد، هو اسقاط النظام. مش كلهم، كلهم. كلهم اسقاط النظام في اللحظة دي. نعم. في 18 يوم. تمام. بعد ما تنحى مبارك، الصواريخ ضربت في السماء والألعاب النارية والفرحة والبهجة، منهم الأولاد المحترمين اللي من أسر كمان، نعم، وعرفهم اللي نزلوا في ثورة 25 يناير قال لك خلاص هنرجع، هيرجعوا. نعم. عملوا خطوه كبيره، نبني بقى. لما جم ينزلوا الاسبوع اللي بعديه ما لقوش حد من اللي كان معاهم، هم. نعم. اعترفوا بنفسهم، قال لك ما لقيناش الوشوش اللي كانت معانا. كويس. الراجل المستخبي ورا الشجره ده اهو، سرق الثوره. كنا بنقول خلي بالكم الثوره هتسرق، يقول لك يا استاذ محمد، يا استاذ خير، محدش يقدر علينا، خلاص علينا، خلاص ميدان التحرير موجود، اتكسر ميدان التحرير موجود. وعشان كده لما انا كنت معاك برضو قلت انا ضد يتقال ان ميدان التحرير ده هو، يعني هو القرار يطلع من ميدان التحرير، لان ميادين مصر كلها هي الشعب المصري. اعلام اخطا في ايه؟ انه بالغ قوي في تشجيع جيفارا. انت صنعت الف جيفارا، ملايين جيفارا في مصر. نعم. لا مؤاخذه، الواد مش عارف يتكلم، لا مؤاخذه، قلت له، قال لك لا مؤاخذه انا من شباب 25 يناير، لا مؤاخذه واحنا معتصمين لغايه لما نجيب حق الجوع، لا مؤاخذه. ده ايه؟ ده ايه؟ ده يفهم ايه؟ علشان يقول لك انا يعني يسكت يسكت يعني حقهم العسكر، نموت زيهم. شعارات جميله. الطيارات اللي دخلت قالت لك اللعبه حلوه. لما اعرف ان التراس اهلي واتراس زمالك كده بيشجعوا الكوره، وكانت البهجه الوحيده عندنا في النظام اللي قبله كان هو ده اللي بيترفع فيه علم مصر، لحظات ماتشات الكوره والانتصار، لما يتحولوا الى السياسه في خلل. نعم. لما كل الناس بتفهم في السياسه وبتفهم في القانون وتفهم في اركان حرب وبتفهم في كل شيء، وتلاقي اصوات تقول لك برافو، والله الشعب المصري صحي، الشعب المصري دلوقتي بيفهم، الشعب المصري واعي جدا، ما يتخمش. لا يا اخوانا، انت عندك جيل احنا مسؤولين عن تربيته. هي التربيه فاشله بصراحه. احنا مسؤولين عن تربيته يا استاذ خيري. احنا كنا بنبوس ايد المدرس مش المرشد، بنبوس ايد المعلم اللي علمنا وامام المسجد، واي راجل كبير كنا ده راجل بيديني علم، ببوس ايده عشان بيديني علم. انا اضربه طلبت ايه؟ ويقول لك معلش اصل مره واحد يطلع لك تصريح يقول لك اصل الشعب جريح، اصل الشعب مش عارف ايه، اصل الشعب ايه، بيكلموا الشعب على انه صندوق، يعني كده معلب.
لا يا اخوانا، احنا محتاجين نواجه نفسينا بجد. نعم. اللي بيحب مصر يشد اللي ما بيحبهاش بقدر المستطاع. هيشده ازاي يا استاذ خيري؟ ازاي هيشده؟ ازاي انك انت تبرز الصالح فينا، ما تبرزش الشرير، ما تعمليش فيلم البطل فيه الشرير والخير ده كومبارس. بمعنى لو رحت جامعة 6 اكتوبر انت هتفرح، ولو الناس في البيوت شافت طلبت جامعة اكتوبر السيدة الفاضلة نوال الدجوي، تشوف الولاد بيقفوا يناقشوا ازاي وبيختلفوا مع بعض في حوار على المسرح تفرح. تعرف تفرح بهذا الوعي؟ ما شفتش على حيطة من التسع كليات مكتوب كلمة. على فكرة ده موجود في جامعات كتير خاصة موجود عام. أنا قلت كده، وأنا قلت كده في جامعة القاهرة وفي جامعة الشمس، بس الكاميرات بتروح للشيء الأتراكتيف اللي يشدك، إنما الفعالية الحقيقية طلع لي نماذج نفرح بيها هتخلي اللي بيشاور عقله يعرف انه هيبقى في مكانه عظيمه. ما هو البلطجي اللي حرق ورمى مولوتوف، لا مؤاخذه انتوا جبتوه قدامكم وعملتوه على انه ثوري. يا استاذ خيري ده حصل وعندي 60 ساعه متسجلين في الاستوديو. ها؟ فبقى ثوري. اللي انا عايز اقوله باختصار شديد، الرئيس السابق مرسي اتحايلنا عليه في كل الاعلام انه يقول يوصف اللي حصل في سيناء لقتل 21 من الجيش اغتيالا بالصورة، يقول توصيفه ايه، رفض يقول عليه ارهاب. قال لك خارجين عن القانون. تجيب اي حد منهم عشان يوصف ده يقول لك هم خارجين عن القانون. طيب احنا ضد هذه الفعلة ولكنهم خارجين عن القانون. طب ده ارهاب، يقول لك ما اقدرش اقول عليهم ارهاب. لما تلاقي نفس الصيغة دي موجودة النهاردة، أنا مش بطالب يطلع قانون على فكرة بحكاية اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، إدراجها كجماعة مش هي دي القضية. اعلن لي أنك في حرب على في حرب على الإرهاب، وصف لي الإرهاب يا أستاذ خيري. اللي يمسك إزازة مولوتوف ده سلاح، نعم. اللي يمسك سكينة ده سلاح، اللي يمسك عصاية ده سلاح، اللي يمسك طوبة ده سلاح، اللي يمسك بندقية ده سلاح، اللي يمسك لاشينكوف سلاح. وصف خلاص، تعامل معاه بقى، ده ملوش دية. اللي ماشي في الشارع ده ماسك بندقية عشان يقتل ناس، لو اصطادوا يدي تصريح للشرطة. ده هيعملوا ايه؟ هيلاقوا نفسهم متهمين ويدخلوا السجون والمنظمات، وعشان كده بقول لك تطلع عليهم. عشان كده بقول لك يا استاذ خيري، انا عايز اعمل مظاهرة، وفي نيتي اعمل شغب واقتل وادبح واروع. هعترض على قانون التظاهر ايا كان قانون التظاهر اللي بيقول لك فيه عيوب. حتى النخبه يا اخي، النخبه لما بتطلع معاكوا هنا بتطلع تقول لك لا والله قانون التظاهر كويس، بس يعني هو في بعض العورات نصلحها. عورات ايه يا اساتذه؟ عورات ايه؟ روحوا هاتوا القانون في امريكا، هاتوا القانون في بريطانيا، هاتوا القانون في فرنسا، هاتوا القانون في اسبانيا، هاتوا القوانين في اي دوله في العالم. يقول لك لا اصل دي حجه، ممكن ياخدوا واحد بريء متظاهر سياسي. يقول لك عايشني زي فرنسا. ها؟ انت يعني اديتني كل حاجه زي فرنسا علشان تقول انت فرنسا؟ عشان تعيش زي فرنسا لا مؤاخذه لازم نطرد الزباله من هذا المجتمع. احنا عندنا زباله كتير، احنا عندنا قمامه كثيره. انت تقدر تصلح عامل في مهنه تعلمه اكتر، ممكن تصلح تعليم واحد تعلمه اكتر، ولكن تعليم الاخلاق يا استاذ خيري ده عايز اجيال. دي المشكله اللي قدام مصر. لما قلت نحن نحتاج في مارس 2011 نحن نحتاج الى اخلاق ثوره وثوره اخلاق. الثوره تعني التغيير. مصر ليست نيل وهرم وارض. مصر كوطن بشر، والبشر قيمه مضافه يا إما قيمة سالبة. أنت مواطن قيمة مضافة درجة واحد، أنا قيمة مضافة اتنين، علي قيمة مضافة أربعة، إنما عندك جموع كثيرة قيمة سالبة. يا أستاذ خيري وإنت في قضية إثيوبيا وسد النهضة بتقول مصر لازم، ويطلعوا النخبة، أنا قصدي النخبة بالذات، يطلعوا يقول لك مصر لازم تاخد موقف تحارب أثيوبيا، ده ما بيحرمه الشعب المصري. طب يا أخي ما تخليك عادل، خلي عندك حياء وكرامة عشان تخاطب أثيوبيا أنها تعتدي على مياه مصر.
شوف المصريين بيعملوا ايه في نيل مصر. يا استاذ خيري نحن نشغل كشعب مصر 6% من ارض مصر. نعم. قال مش قادر، عايزين ارض. احنا بنشغل 6% وسايبين ال 94، عايزين ارض نعمل ايه؟ في اسيوط والمنيا وحلوان بالتصوير التلفزيوني القناه المصريه. ولا حد اهتز. تردم 50 متر داخل النيل؟ لو النيل عرضه 80 تردم 50 منه يا استاذ خيري؟ تردم ارض بالتصوير بالصوره. ما حدش فتح بقه. غير تلويس مياه النيل ده موضوع تاني، انما انت بتردم النيل علشان تسقع ارض. مصري ايه؟ 35,000 في اول 3 اشهر من الثوره، 35,000 فدان يتبني عليها عماير تتحول الى عشوائيات لانها مش رسميه. مين اللي بيحبها يا استاذ محمد؟ يعني اصل احنا كده لما الفلاح يبني على الارض. اقول لك هصدمك. عشان اقول لك اصدمك، الشعب المصري ده مكونات، ما هوش علبه، ما هوش شيء واحد، مكونات. انا مش عايز اخش في طوائف بقى والكلام الفارغ ده، وسلفي واخواني واسلامي وايديولوجي وبتاع. لو حللنا التركيبه البنائيه للشعب المصري، من اعظم شعوب العالم، من اعظم شعوب العالم والله، وزي ما بتقولوا اعظم شعب وشعبي جميل. جيناته تلعب فيها. الجينات هي الصفات الادميه والانسانيه، صفات الانسان ده جين، الجوارس اللي بيميز الشعب عن الجين ده موجود. لكن دخل فيه فيروس كتير، اخد بالك. عندك اطفال عندهم 6 سنين، الفترة العمرية 6 سنين، بص له كمان 20 سنة في الوضع الحالي هيبقى شكله ايه. عندك شباب من 6 سنين ل15 سنة، وعندك ليه اطفال يعني من 18 ل30، وامسك من 30. مش واحد دخل على يحيى الجمل والدكتور رئيس الوزراء السابق هشام انديم؟ لا عصام شرف؟ لا عبد العزيز حجازي. نعم. دخلوا المؤتمر التوافقي، كان في بدايه الثوره في اول 3 اشهر، وانا قاعد مجموعه كبيره من مصر، فدخلوا شباب الثوره. كل العواجيز الكهنه يتفضلوا بره. دخلوا قالوا كده. انا بقول لك انا شاهد عيان. كل العواجيز الكهنه يتفضلوا من على المناصب يتفضلوا بره. لما تقف قدام المشهد ده، لا يا اخي، العجوز ده انا محتاج خبراته، والشباب محتاج قدرته ووعيه، ومش هتقدر تعمل حاجه من غير الخبرات دي. هي ولو انت فاهم انك هتبني مصر وجاي فارد صدرك، تعال امسك التاريخ بقى، مش هبعد بعيد، من الاربعينات بس، من الاربعينات. هات حد قدام طلعت حرب، وهات حد قدام مختار التتش، وهات حد قدام. مش بقول يعني مش عايز اسخف المساله، بس انت كان عندك قامات بنوا هذا الوطن، ما تمسحهمش، ما تلغيهمش. لما يجيبوا لي وزير ثقافه اللي اسمه علاء عبد العزيز دوت، وزير ثقافه اول ما جه شتم المثقفين وقال لك ما فيش مثقفين في مصر، اخد بالك. لا، بص على قاماتك، القامات اللي ربونا اللي اتعلمنا منهم. انت دلوقتي محتاج حقيقة الامر قرار. مفيش حاجة اسمها مظاهرة، ومفيش حاجة اسمها مطالبة بالحرية. حرية ايه؟ الحرية تطالب بيها لما ترجع بلدك، لما يرجع وطنك، ولا مستني لما تحتل زي فلسطين وتقعد تصرخ عشان تنادي بالحرية، واخر ما تزهق ما تعرفش تضرب اسرائيل تضرب جارك. هطلع فاصل عشان دي نهاية كويسة لهذا الفاصل، فاصل الاخير، علشان برضو جملة تستحق التوقف. لا مظاهرة ولا حرية الآن قبل أن يعود وطنك. ممكن وطننا يعود قد إيه؟ هنتكلم عن المنصورة والتفجيرات الإرهابية. هحلم مع الأستاذ محمد صبحي في إن أبناء مصر القادرين، أصحاب الشركات، الدولة المصرية، الحكومة المصرية تقرر إنها تنشئ شيء من أجل شهداء الوطن من الشرطة والجيش. نلتقي بعد الفاصل.